بس أنا أخاف الله سبحانه من الإطراء والمذهب وغيره، وأما أنا فأثريه ابن تيمية. حبي لابن تيمية طبعا لا يزول ولا يزال، وأخالفه في مسائل، ولم أخالفه في الروايات إلا في ثلاث روايات، فقلت أنت حنبلي والحنابلة على هذه المسلك على هذا المسلك، وأنت جيت وتقوم بهذه الروايات بس، والحنفية والحنابلة كلاهما فيه مشتركان، إنهم يقولون إن ذم السورة واجب، فإذا وجب ذم السورة فيكون الفاتحة أيضا واجبة، لأن الدليل هكذا يقول، ولكن لا يصير في باب ذم السورة شيئا، إنما هو كالتخيير. فهمت أم لا؟ له مثال، تقطع اليد فصاعدا، تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. قال رجل لا صلاة إلا بفتح الكتاب فصاعدا، فقالوا إن هذا الله لا يصح، هذا هو الذي عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فقالوا إن هذا اللفظ جاء عن سفيان بن عيينة وتابعه معمر، فقلت يا رجل هذا هنا اثنان، والذين لا يذكرون فساعدا ما في معنى استدعاني ويشرون رجلا، فنسمع قول هؤلاء الجماعة أو نسمع قول ها اثنين، لا يقول ذلك. فهمت كلامي؟ ولكن في عامة أحوالي إني أوافق ابن تيمية، حتى قلت لك ولا يرقون، قال ابن تيمية إنه غلط، وقال ابن حجر كيف يكون غلطا؟ إنه من رواية سعيد بن منصور، وقد أخرج له الشيخان، وخاصة مسلم أخرج هذه الزيادة. فقلت يا عمي اسكت، هو عمنا في تخريج وخريجنا فيه، إنه هو الذي خرجني في هذه السنوات، خلني في علاج الجماعة. ولكن قول ابن تيمية في فقه الحديث أجود من قول ابن حجر، وهو أعلم بفقه الأحاديث من ابن حجر، لكن ابن حجر له باع طويل في الوقوف على طرق الأحاديث، وخاصة لدى ابن حجر في خفيته في بعض المسائل، إذا مسألة ابن تيمية ولا يصرح. والسبب في ذلك أن الأشعرية كانوا غالبين في ذلك الزمان، وكان الشيخ ابن حجر لا يتحمل مخالفتهم، كما يكون في بعض البلاد أن بعض المالكية يشددون، وشهر السيف بعض المالكيين على بعض العلماء الكبار، والقاضي ابن العربي حي، وجلس عند الشيخ، فلما أن سلم الشيخ قال يا بني لماذا لي؟ قال هؤلاء العساكر المالكيون لا يتحملون. فقال يا بني من أنا حتى أرى يرى قدمي في سبيل الخير والدين. فهمت أم لا؟ وكنت أنا مشددا في بعض المسائل ثم دنت، وأما الآن
فما صح من الحديث ولم يكن منسوخا فهو الذي يدين به. الله أكبر. جزاك الله، هذا فضل عظيم يا شيخ، من الله توفيق لكم. نعم، اقرأ بس. بارك الله فيك.